نجاح مع بعض سيعطوا العشر سنين. ما النصائح اللي نحافظ عليها ان شاء الله كده؟ والاصعب تحافظ وتستمر النجاح من لبنان للوطن العربي. يا ما شاء الله عيد الاسعار مفهوم. سن نجاحنا هو التفاني بالعمل والاخلاص والود، هو احساسي اللي جزء من هالشغل. صعب احكي عن صادق الصفاح المنتج والمحب والداعم والاب الروحي لعيلة شخصية. لما صرحته من كم شهر اني هالسنة رح اجيب مع رمضان صراحة كنت اركز على لبنان، ما يفهم الموضوع. بس قال لي كلمة اثرت فيه كثير. قال لي انت بنتي وانا مجبور وقف حدي وادعمك بقراري حتى لو كان ضد مصلحتي. هيدا هو صادق الإنسان قبل ما يكون منتج.